يجب لنا أن نتوجه إلى المشاركين في الثورة الأولى للمناضلة الوطنية للتنمية البشرية التي أبينا إلا أن نسبغ عليها رعايتنا السامية لما لهذا الورش الاجتماعي المتفرد من مكانة خاصة لدى المؤسسة المغربية للنهوض ولي جد سعيدة وفخورة باش تكون يعني ضمن هذه المناظرة. هي المؤسسة تم الاختيار ديالها كشريك استراتيجي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار إنجاز برنامج التعليم الأولي. هذا البرنامج التعليم الأولي كيخص إحداث 10,000 قسم في أفق 2023 وانجاز بالنسبه لهذه السنه. هذه المؤسسه غادي تحدث اكثر من 850 وحده للتعليم الاولي بشراكه مع المبادره الوطنيه للتنميه البشريه. يعني هذا البرنامج هو خاص بالمجال القروي. تبدات الدراسات متعدده بان التعليم الاولي كيساعد بزاف الاطفال باش يواكبوا بعد الدراسه يعني ويولجوا للتعليم الاولي. يعني هي كتكون يعني التنميه بالنسبه لثقه النفس, كيكون واحد الاستعداد بالنسبه للتعلمات, حيت هو التعليم الاولي كيشتغل على عدد من الجوانب اللي هما جد مهمه بالنسبه يعني التهيئه ديالو على الصعيد الاجتماعي سوسياليزاسيون, الاستعداد ديالو على يعني التعلمات بالنسبه للاستعداد للقراءه, استعداد للكتابه, استعداد للرياضيات. هما ماشي رياضيات ولكن هو غير كيستعد عن طريق واحد العدد من الانشطه اللي هي كيكون داخل فيها اللاعب, لان اللاعب هو جد مهم في هذه المرحله هذه. يعني كيكون واحد العدد ديال الانشطه اللي هما كتوفر له واحد الامكانيات باش يكون كيستعد باش يولج للدراسه ديالو, لا بالنسبه ذهنيا ويعني يكون عنده دي زوتي, وكيكون اوسي كانت كيكون التعلم يعني ينسجم مع قسم ويولج للدراسه بكل طمانينه. مبذوله للنهوض بالعنصر البشري في سياق الاصلاحات الكبرى التي تشهدها بلادنا, ولا سيما على مستوى منظومه التربيه والتدريب والبحث العلمي.